السلام عليكم. في هذا الفيديو انا نظر لكم على واحدة من احسن لي ديستيناسيون اللي مشيت لهم في حياتي. حتى لديك الفلوس ياك، حتى لديك العورة. واخا عليك جو بابا تشوز. واخا عليك. فين جات هاواي؟ قولوا لي فين جات هاواي انتوما بالنسبة لكم. Don't you wanna dance with me? انا سميتك راجل بقى تم حتى والله تنعيط لي. والو السلام عليكم. وعليكم السلام. شحال بالخاطر؟ خفر السواحل هادو. وي فخر السواحل هادو اخويا. شحال بالخاطر؟ بغيت تحرق ولا لا؟ واحد خونا ما خلاناش نهمو في خاطرنا. دوزوا لي دوزوا. هكاك السلام عليكم. امالك اخونا مع السي؟ لا راه غير تشابه ليا مع البالين وبغيت ندوقو والساعة ما خلانيش وباش نعرفو انا ماشي بالين. ولا بغيتي تدوق دخل موقع وان اكس بيت. نعم مع الدخله كيعطيوك 3900 درهم و30 سبين فابور بكود برومو زرو. وي ويلا الله يرضي عليك. خلي السيد عمره بالف سروال. الله يرضي ضروري زعما. اخوتي في الله بدون سالي الحلقه ديال عاشورة غادي نبارطاجي معكم الرحله ديالي للبحر اللي ما كيوصلوش طوبيس. هادشي اللي كاين سالينا هاد الحزق هادي. وغادي نعطيكم بعض المعلومات اللي تعرفت عليها حتى انايا وانا مسافر وحتى على قبل الناس اللي كيقولوا لي غير فوتوشوب. هاديني وراه هاديني. اول حاجه انا كندوي على راسي التجربه ديالي. احسن شهر عجبني فيه السفر هو شهر 3 مارس. علاش؟ حيت الجو ديالو في اسيا ما حارش بزاف. ثانيا الطياره ولي زوتيل ما مطلعينش الثمن. ثالثا الدنيا خاويه وما كاينش بزاف ديال السياح، يعني ما كاينش الزحام في المرافق السياحيه. اي واحد فيكم يجو الفرصه يسافر غير يسافر، واخا تكون القضيه محزوقه ما تزقرمش غير سافر حيت ما غاديش تندم. كندوي خارج المغرب ماشي في المغرب. فهاد الحلقه هادي مشينا زرنا واحد المعبد هند شبعان الوان، ومن بعد شدينا الطياره داخليه في ماليزيا، شدينا واحد الطياره صغيره من هونولولو وخدينا الطوموبيل وخدينا باطو باش نمشيو الجزيرة ديال بيرهنتيان. وهذه التجربه اللي بدلت لي المعنى ديال السفر وخلاتني نزعم المره الجايه نزيد نبعد في الصال. البحر كان جوج خطوات حرفيا قدام الدار، تقدر تنعس وانت كتفرج فيه. ودرنا بزاف ديال الصحاب من جميع الدول، واخا ما تكونش عندك لونجلي الاشارات قاضيه غاره. وجربنا ماكله جديده. الا بغيتي تسافر خارج المغرب خاصك تكون واقعي. اول حاجه ننصحك بها هي انك العام كامل وانت تجمع لديك التصافيره اللي غادي تسافر. عادي راه ماشي كاع الناس عندها فلوس السفر، وما تنساش انك خسرتي فلوسك على راسك. عيش. واهم حاجه هو انك تبقى متبع لي سيت ديال الطياره وديال لي زوتيل باش ملي نقصوا الثمن تكون انت هو الاول اللي تعرف. والا سافرتي انت وصحابك ولا صحاباتك غتنقص عليك بزاف ديال.
لينا شي حاجه مورين الدار ما عرفتش حاجه بسيطه جينا لواحد المطعم اسلامي غادي نقصيو يلا خدينا دابا بلا كنا بصله مشلوطه بالياغور ريزو لاصوص وعصير ليمون داكشي حلال ونطيبه حنا جينا كنكتشفوا داك العطريه ديالو داكشي اللي ما عندناش في المغرب هادشي عالم ما كيساليش انا خديت شي لعيبات هنايا ونديهم معايا للمغرب نجربهم هذا حوت مكرم ديال لي سوب الحريره هذا كروفيت مكرم هذا القشور ديال الكروفيت مكرم هذا عجينه ديال التومه هادشي هاد كيجي في لي سوب راه الحالات العيال الحياه هادشي واعر 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 تقدينا شي لعيبات من المول شي حاجه كتكال شي عطريه ما عندناش في المغرب وخدينا شي حويجات للدار دابا كنرتاحوا في هذا المكان الجميل واحد الصاد هنا غريب ما كاينش الصاد وما كاينش البرد في نفس الوقت والله ما عرفتش نشرح لكم الاثمنه هنا تقريبا بحال المغرب تقريبا غير واش حوايج هنا ما عندناش هنايا وشي حوايج هنا ما عندهمش هما ديالنا حنا يعني شي حوايج ما كايناش هنا كنجيو زوين لكم عايز مسافر مسافر كيفاش وباش الله يعلم ولكن سافر صح حازق سافر شوف كي دير سافر وشي لعيبات غادي نقصيهم اليوم ولكن احسن حاجه هي هذه جيني نيشان قول لي ستة لا انا ديما الخمسة ماشي الله نفطروا نلحقوا الطيارة كاين شوية دلعية في السفر ولكن يستحق غادي ناخدو طاكسي للمطار باش نكونو تما بكري حسن ما نكونو معطلين من تما غادي نشدو طاكسي اخر للباطو ومن تما الباطو للجزيرة ومعنا نفطروا نهبطو Say my name until the city burns and the stars fade away and the scars don't. لما زي كنت سنوي الله جوا دوك اللي تقطع وبغينا نمشي واسات احنا نايدين بكري ما احنا مغاربة نايدين بكري خايفين اللي يمشي لنا التران وداك الشيء واحد القهيوة واحد القهيوة عنده مناضي القهوة انا وحق الله عنده واحد البراد قد المقراج ديال الوضوء فواركم انا كلشي اللي كيشوفني كيقول لي انت خليج ما كره ناس حنا يكون عندنا الجمال يا هلا والله بالعيال الشباب الله يرحمك الله الباطو فر حسيت براسي كنحرق ولا كنجمع بوزرو كنديرو دابا التشيكين كنعمرو دابا شي معلومات عطاونا البروغرام معاش الفطور معاش الغداء الا احتاجينا شي حاجه عطاونا واحد عازر طين طين دابا غادي نمشيو نضربو دويره في الجزيره حضي راسك معد نواد كوكود شوف تقدر شي وحده تهبط عليك للراس قتلك البحر هنايا اللون ديالو داير بحال الحجر ديال الجاد اللون ديالو بحال هكاك والرمله رقيقه بزاف الرمله رقيقه بزاف بحال الملحه رقاق من الملحه كاع بحال الطحين كنشرح لكم بحال شي طباخ انا مريض في راسي والجزيره مازال طويله تقدر تمشى مازال تمشي ليه حتى اللي كاين واحد الحجر ومن هنا عاوتاني تقدر تمشى حتى شويه لحد هنا كاين كيفين تمشي الجو زوين معتدل يا سلام هادشي اللي كتشوفوه هنا مهرس هذا الاكواريوم مهرس وهنا كاين المطعم هنا فين كنفطروا الصباح فابور الغدا والعشاء ماشي فابور خاصك تخلص وتقدر تكري البروغرام تمشي تشوف لي طوغشي تقدر تمشي تشوف القرش حنا يلا وصلنا اليوم واقع حتى الغدا عاد نمشيو ان شاء الله تخيل معايا في هذا المكان كاين حانوت تخيل معايا غنمشي نجيب باش ندير كاسكروطو باش نتعشى واحد البلاد كنعرفها كون كان عندها جزيره وفيها راه حانوت غيضربوك تضرقع في الثمن هاد البلاد راكم عارفينها بلا ما نقول سميتها وماشي مشكل
الجو هنا راه كاين الغروب، راه التليفون كيزيد لك ليراج. ضرب ليا لتجي نقدر ربيع الغابات الصافانه الكثيفه. هذا هو الحانوت تاعه، عندهم كل شيء تقريبا. هذا هو الريستو ديال الهوتيل. جيت هنا كنقلب على المسخون. ها هو عطاوني المسخون عز عشيري، خديت المسخون من الريستو ونصيب بهم النودلز اللي شريت. من هذه الاجواء الليليه الجميله الاسيويه كنقول لكم سلام نهار ديالنا. حتى الغدا عاد يبدا البروغرام ديال بصح، الله ما يخرجنا شي جاكوار ولا شي نمر بالليل. يلاه نتلاقاو غدا ان شاء الله.